بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل يستمر في هذا الختام. شوط الجعدان النخيل، شوط الجعدان الأخير، شوط العمالقة، شوط الكثير والكثير، ولكني ما بتحدث، ولكني ما بسبق الأحداث. الأحداث سوف تأتي حين يأتي موقعها، حين يأتي موعدها. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين بهذه الانطلاقة الجميلة، بهذه الانطلاقة المميزة. هذا بلا مرسال في المركز الأول، عبد الله بن عتيج بن عبد. نجتبي من يقدم مرسال على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني هناك شعار الحميري بثاني المراكز ما شاء الله. سنيار سهيل بن خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، حشيم علي بن حميد بن خليفة أبو سعر الشامسي حاضر أيضا هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة. حشيم النقلة على المركز الرابع، الأسد سيف بن حميد بن ضبيب السليمان الشامسي. وفي المركز الخامس شاهين المبارك بن راشد بن مبارك بن جافر الحميري. وسادس المراكز نمرود سالم بن الضعيف بن حمد بن غدي يشتبي. وفي المركز السابع هناك الغزال منصور بن سيب بن خلفان الغويز. ثامن المراكز شباب سعيد بن احمد بن سعيد بن حلو. وفي المركز التاسع الشهم لسلطان معيوض برغوش برغشو المنهالي. وفي المركز العاشر بنقول والاخير هناك من اتانا وحل شرايين لسلطان بن سيف ابو الضبيعه الاجتبي. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت هي النتيجه للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. بعود الى مرسال، بعود الى بالعبد، بعود الى ابو حميد ما شاء الله اللي قدم مرسال، اللي مسيطر على المركز الاول، مسيطر على مقدمه هذا الشوط. عبد الله بن عتيج بن عبد الاجتبي. يلا يا ابو حميد، يلا يا ابو حميد، نتمنى ان شاء الله التوفيق، واتمنى ان شاء الله الناموس للاخوه المشاركين. هذا الشوط غزير، هذا الشوط غزير، هذا الشوط فيه مفاجآت، هذا الشوط فيه مواعيد، هذا الشوط فيه كلام كبير للغايه في هذا العالم الساحر. اذهب الى مرسال. الله 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 الله, الله يا ابو حميد، الله يا بن عتيج، الله يا ابو عتيج، اتمنى لك التوفيق. عبد الله بن عتيج بن عبد الاجتبي من يقدم مرسال الى المركز الاول، الى مقدمه هذا الشوط. النقل على المركز الثاني ما شاء الله شرايين سلطان بن سيب ضبيع الاجتبي. انتقل وياكم الى المركز الثالث، اللي في المركز الثالث ولا سلطان بن سعيد مصبح النعيمي ثاني مراكز. المركز الثالث شاهين المبارك والراشد المبارك بالجافله. المركز الرابع هناك القايدي في القيادي للسيد سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. يا الله، شوف شوف اللي وصل، شوف اللي وصلنا، شوف اللي فاجأنا في اللحظات الأخيرة، اللحظات المميزة. غادر النعيم إلى المركز الأول، غادر النعيم إلى مقدمة هذا الشوط المنصوري. أيضا هناك مع بارق ولا الإحبابي ناصر بن محمد بن مصرح الإحبابي، ولكن النعيم غادر مبكرا. هناك مع رزام السلطان بن سعيد بن مصبع النعيم الذي قادر مبكرا الى حدود الميدان. وصل هنا القيادي، هنا القيادي بالمركز الثاني سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي حاضر مع هذه الانطلاقات الجميله. ولكن الله سلام عليك يا النعيمي، بسم الله ما شاء الله. هناك اللي ما زال مسيطر على المركز الاول، رزام ما شاء الله تانينا، سلطان بن سعيد بن صبح النعيمي المركز الثاني، سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد يشتبي المركز الثالث، ايها الاخوه ناصر محمد مصلح الاحبابي المركز الرابع، مستمعينا الاعزاء سلطان معيوض برغوش برغشو المنهالي، وهناك منصور بن سيب بن خلفان الغويص. 4 دقائق و31 ثانيه، 79 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس.